الاجواء بديهم ما نقدر نسولف بهاي الحقيقه ونقول هم موجودين للتجسس على ايران والعراق وموجودين في كل منطقه. هاي طائرات اليو 28 تفتر هسه مدينه الصدر اللي بيها طاقم 14 واحد شغلته بس يتجسس على التليفونات يشوف لنا الفصائل وين وين موجودين. موجودين هسه بالرصافه موجودين. الان موجودين يعني الان. لا لا بس وضح لي هاي. اي الان يعني موجودين. طائره بيها 14 منتسب 14 او 18 تعرف بيهم ما بعد. اعرف بيها. لا خليني اعرف يعني. هذا موجود. هذا شغلاتهم تجسس على الشبكات بحيث اي تليفون يطونه اي نقطه يطونها مكشوفه عندهم الاجواء. باستمرار موجود. هذا باستمرار موجود يخابرون على القاصفه يقولهم يابا لقينا ابو باقر، لقينا ابو تقى رحمه الله عليه، لقينا اليوم محمد الخزاعي، لقينا القائد الفلاني، تعال استهدفوا. تطلع القاصفه على مرأة ومسمع المشتركه لا تفك حلقها ولا تقدر، يطلع على قيس المحمداوي القائد ياخذ تحيه لوزير الدفاع الامريكي. هذا ليش ما نحكي بصراحه؟ الامريكان يروح لهم الاخ فريق يا الله يا بتعال السلام عليكم السلام، عندنا وياكم مفاوضات. بعدها المفاوضات نجملها، هم عندهم ثلاث شروط، يقول لك واحده من عندهم اولا انا ما اطلع، لا تتعب روحك، 2024 ما اطلع، راح ابدا انسحب تدريجيا 2025 همله الصور ما عندي اطلع، لان اعطل كل شيء وراي، اخليهم حدايد عندك كل شيء ما تشتغل من عندهم، الله يرحمك يا ابو مهدي، من قال البرامز عندنا بها مدرعه واحده، عندنا بها قذيفه واحده. هذا هذا الموضوع بصراحه صاير، موجودين لدعم الكيان الصهيوني، موجودين حتى ينتقمون من الشيعه واستقرار البلد، موجودين حتى يشوفون اليوم الاخوه الكرد اجوا ويا الحكومه المركزيه يعاقبونهم بضربات منا. احنا الحكومه ارادت تخرج من هذه الدائره، قالت يابا انا اروح للاتفاق الثنائي، تعال يا عم الفرنسيين انتم موجودين بالتحالف ايش عندكم؟ عندنا مدفعيه بالموصل، خلونا اياها تبيعون اهل وترحون، ترى مقابلها عندنا سجناء فرنسيين من دواعش تاخذونهم وياكم لو يبقون. انا خل اسولف بصراحه الصدق، خل اسولف الصدق. هو نريد نعرف الصدق ما نفتهم. الصدق انه ما حكومتنا ما تقدر ولازم ومجبرين ومضطرين وضروره وطنيه انه تبقى المقاومه تضربهم على راسهم حتى يسحبون. ما يسحبون